السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في قناتكم قناة مصطفى البارودي. اليوم الإخوان غادي نتكلموا على الموضوع ديال الاحتجاجات اللي وقع في الفنيدق وداك المدينة اللي كتعرض لواحد التفقير وكتعرض لواحد التهميش، وحقيقة بأن طفح بهم الكيل المساكن المواطنين ديال مدينة الفنيدق وتطوان كامل. لكن هاد المدينة الحدودية، المدينة الصغيرة الحدودية مع سبتة، يعني الناس وصلت لهم العظم كما كنقولوا، خرجوا البارح في مظاهرات احتجاجية كيأكدوا على أنهم يعني مهمشين، على أنهم وصل بهم يعني كما كنقولوا وصلت بهم الحزة حتى العظم. كاين بعض الناس بعد شي شهادات عصير مؤلمة، كاين بعض الناس باعوا حوايجهم، باعوا كاين اللي باع الثلاجة حيت الثلاجة وباع باش ياكل. الناس يعني تعرضت لواحد واحد 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 المصائب جد جد يعني صعبة في هذه الأزمة، لا ديال الكورونا وكذلك ديال يعني المعبر ديال السبتة اللي تسد. وكما كتعرفوا الإخوان، يعني التأجيل ديال القمة المرتقبة اللي كانت مرتقبة، اللي كانت هاد الناس هادو بالأولى كان عندهم واحد الأمل كبير في ذاك القمة اللي كانت غادي تدار في شهر جوج، ودابا راها تأجلات لأجل غير مسمى. فهاد الناس هادو كان عندهم امل باش انا يتحل المعبر ديال سبته اللي كياكلوا منه الطرف ديال الخبز، فالان ما بقاش عندهم امل وخرجوا يعني في مسيرات احتجاجيه كيدافعوا على المطالب ديالهم، وكيدافعوا على يعني اما الدوله دير لهم شي بديل، ما يمكنش تخلي الشباب ديال هذه المنطقه كيموتوا من بعد من اللي كيركبوا قوارب الموت كيقولوا حقه الى اخره، وكيشدوهم كاين اللي مسكين كيموت في البحر الى اخره. الناس الوالدين ديال هاد الناس والشباب وكل شيء خرج البارح في مدينه الفنيدق. مدينه الفنيدق البارح فعلا انتفضت بكره عن ابيها باش طلب بمطالب يعني ديال العيش الكريم وديال انتاج مشاريع بديله. اخوان نشوفوا يعني الاحتجاجات اللي دارت والمطالب والتدخل ديال الامن اللي كان مؤسف. النساء النساء خدموا رجالة، النساء فيهم أكثر من الرجال النساء. كما شفتوا الاخوان، الاحتجاجات اللي دارت البارح في الفنيدق والمطالب، هذا عار هذا عار، الشباب في خطر، اولادكم قريتهم واولادنا يعني مشاو في البحار كما قالوا. هذه اهم الشعارات، وفعلا بان هذه المدينه هذه كتعاني مرار. علاش؟ لان هذه المدينه هذه مدينه هي مدينه حدوديه كتعيش مع سبته، يعني هي حدوديه مع سبته، والسكان ديالها كاملين كي يعني القوت اليومي ديالهم على ذاك المعبر ديال سبته، على ذاك الحماله يعني داك تهريب السلع الى اخره، كيدخلوا كيشريو السلع من سبته وكيخرجوها، وكتعيش منها اسر، يعني راه كاين اسر كبيره. وحتى داك السياحه اللي كتكون، الناس اللي كتجي من المغرب يعني وكتجي للفنيدق، ما كتجيش للفنيدق على شي حاجه، يعني البحر ديالها ماشي بحر سياحي يعني مزيان مزيان، بل كتجي من اجل التسوق، والتسوق داك البضائع منين كتجي؟ كتجي من سبته. اذا لا السياحه ولات فيها اللي الناس كانوا كيجيو، لان ما تجيش انا مثلا غادي نمشي للفنيدق باش نتقدى شي حويجات ديال سبته، ملي ما كايناش السلعه ديال سبته ما غاديش نمشي للفنيدق. اذا حتى السياحه الداخليه ما بقاتش عندهم، زائد ان المعبر مسدود، زائد ان الازمه ديال كورونا، يعني هاد الناس هادو فعلا راه كاين بعض الشهادات اللي كاينه في عده جرائد كتاكد على ان الامر يعني خطير، وبزاف ديال الناس باعوا حوايجهم، وكل اللي مسكين كريم ما عندوش باش يخلص الكرا، يعني راه وصلت الامر للعظم. داكشي علاش خرجوا الناس في الاحتجاجات
ويعني خرجوا كيطالبوا بدائل اقتصاديه. سيدي الا سديتوا هذا المعبر ديال السبته، ديروا للناس بدائل اقتصاديه، ديروا للناس الشركات، ديروا للناس يعني مصانع فين تخدم، بحال مثلا الدار البيضاء، بحال طنجه، بحال هذه. علاش هذه المدينه هذه انتم كنتوا عارفين بان مئات السنوات او عشرات السنوات وهي كتعيش من اجل هذا المعبر، وكتعيش من هذا المعبر ديال المعبر الحدودي، ودابا ملي انتم سديتوه ما بغيتوش تسوقوا لهم الى اخره، ما درتوش لهم بدائل. على الاقل ملي سديتو قلتوا هذاك التهريب كيضرب الاقتصاد ديال المغرب، وخصك تجيب بدائل اقتصاديه، لان هاد الناس هادو ما كيعرفوش حكا كتضرب المغرب ولا هاد الناس هادو بغين ياكلوا. هاد الناس الهم الوحيد ديالهم خصو يخلص كراه، يخلص الضو ديالو، يخلص يعني الماكله ديالو، ما عندوش يعني دخل انت في امر اقتصادي ويبدا ترسم لي في المنحنى ديال الاقتصاد الى اخره. الاقتصاد هو الاقتصاد الذاتي ديالو، خصو ياكل. السيد ما عنده ما ياكل، ما يمكنش تقول لي حكا راه هذاك تهريب الى اخره. الا كان تهريب اعطيني البديل. هذه يعني مدينه حدوديه، مدينه الفنادق فيها يعني واحد العدد ديال السكان كبير، وماشي غير مدينه الفنادق، راه سبته راه كتعيش كيعيش منها تطوان تقريبا باكمله، يعني تطوان المدينه، المضيق، فنيدق ومارتيل، هاد الناس هادو كاملين كيعيشوا من مدينه سبته. وكنقول لكم حتى السياحه مثلا الفنيدق، حتى السياحه الداخليه ديال المغاربه كيمشيو على حساب باش انهم من اجل التبضع، يعني من اجل انهم يشريو بضائع اللي كتخرج من سبته. اذا ملي تشد هذا بحال مثلا سوق المسيره المشهور، السوق ديال الفنيدق، الان يعني ميت داك السوق، الناس جالسه كان اللي طلق المحل مابقاش كيخلص الكرا، لان السلعه ما كايناش، ويعني والشاري ما كاينش، يعني صافي، يعني الناس كتموت. سوق كبير في الفنادق كان كتعيش منه مئات الاسر، الاف الاسر عفوا، صافي تا هو يعني مات، الشرايين مات، الناس اللي كانوا كيهربوا ديك البضائع كيخرجوها، يعني حماله بين قوسين تا هما يعني مساكن بقاو كيدخلوا والو، يعني المدينه تعيش يعني تهميش وتفقير. وكما قال واحد المواطن، تفرجت واحد التقرير ديالو، قال بان المدينه تحتضر على سكتة قلبية، يعني الله يسر، ممكن بأن سكتة قلبية تجي المدينة، يعني الاقتصاد مات فيها، يعني الحركة ميتة فيها، الناس ما لقات ما تاكل. نكملوا نشوفوا أهم المطالب وأهم الاحتجاجات. كيجريو علينا حنا ما عندنا والو، راه زعما صافي على الطوارئ نصلي. هما الاخوان كما شفتوا يعني الامر مزري، الامر يعني صعب. احتجاجات كما شفتوا خرجات في الفنادق، يعني الناس سافره وصلت ليها للعدم. الاجتماع اللي كان عندهم امل فيه تم التاجيل ديالو ما بين اسبانيا والمغرب، اللي كان فيه امل باش تحل داك المعبر والناس ترجع تعيش منه. المغرب ما مسوقش، حكومه ما عطيش اقتراحات، بل صيفطات غير الامن باش انه يعني يسهر على الحظر التجوال الى اخره. لكن الحظر التجوال واش الناس ما تخرجش تجول؟ وشنو غادي تاكل؟ عطيو الناس حلول، عاد قولوا حظر التجوال، عاد قولوا كورونا. هذا راه اللي ما ماتش في كورونا راه ممكن في الفنادق انه يموت بالجوع في داره، كل اللي عنده اولاد، كل اللي عنده الى اخره، كانوا عايشين من داك المعبر. اذا هذا النداء، يعني خص بارطاجيو الخوت، ديروا جيم بارطاجيو باش توصل الصوت ديال الناس. راه مدينه على قدها كتحتضر، لان كان كامله كتعيش من داك المعبر، والمعبر مسدود هذه مده عام، وما كاينش امل، وما كاينش حوار معاهم يعني من طرف السلطات باش تعطيهم بدائل. ما كاينش شركات جات حطت تما وخدمت لهم الشباب ديالهم باش ما يركبوش قوارب الموت ويجيو لهنا للضفه الاخرى. يعني ما كاين حتى شي حوار اللي غادي يهدئ هاد السكينه هادو. هما الاخوان، ما نحاولش نطول عليكم، ما تنساوش تبارطاجيو وجيم، وخليونا كومونتير، وتحياتي لكم، بارطاجو جيم، لحفظكم، مع السلامه، شكرا.